هاتفيا ينضم الينا دكتور ماجد عبد العظيم استاذ الاقتصاد. يا دكتور ماجد اهلا بك معنا الى هذه التغطيه. اهلا وسهلا استاذه غدا، تحيه لحضرتك استاذه رغده، تحيه لحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك مشاهدينا الكرام. بدون شك زي ما سمعنا كلمه رئيس الجمهوريه السيد رئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح هذا المؤتمر، وده بيعكس حرص القياده السياسيه على زياده التبادل والتعاون التجاري وتدعيم ايضا التعاون الاقتصادي بين مصر ودول القاره الافريقيه. لو تناولنا النقاط اللي اشار اليها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في حديثه عن ان القاره الافريقيه لديها قدرات اقتصاديه هائله وموارد طبيعيه ضخمه جدا في كل المجالات زراعه وتعدين و الى اخره. العمليه الخاصه بتدعيم التجاره الدوليه واهميه هذا التدعيم بين دول القاره الافريقيه، تنسيق الجهود والتعاون التجاري، وايضا دعم الشركات اللي بتؤدي الى زياده التجاره الدوليه والتبادل التجاري ما بين دول القاره الافريقيه. لو بصينا لاستضافه مصر لهذا المعرض بيعكس التزام مصر بدفع جهود التنميه الاقتصاديه الشامله في القاره الافريقيه، ايضا ان زياده معدلات التبادل التجاري بتؤدي الى مزيد من خلق فرص العمل وبالتالي مزيد من القضاء على البطاله في كل دول القاره الافريقيه، بالاضافه الى تحسين مستوى المعيشه لسكان القاره. التصنيع المشترك، لان كل دوله في القاره الافريقيه لديها مزايا نسبيه، وبالتالي الاستفاده من المزايا النسبيه الموجوده سواء كانت طاقه بشريه او كانت موارد زراعيه او موارد متعددة في مجالات تقدر أنها تزود التبادل التجاري وأيضا التصنيع المشترك، بمعنى أن كل ما يكون هناك تعاون وتبادل تجاري أكثر بين مصر ودول القارة المحيطة بها، لأن القرب من المكان بيوفر في تكاليف النقل وبالتالي بيخفض في تكلفة المنتج النهائي، ويبقى سعره كمان تنافسي نقدر أن احنا نستعيد به عن منتج يتم استيراده، فنوفر في فاتورة الواردات، وايضا تقدر دول القاره ومصر تصدر هذا المنتج الى الخارج بعد تحقيق اتفاق ذاتي في هذه المنتجات اللي ممكن تكون مصر ودول اخرى في القاره بيستوردوها. لو صنعوها محليا هيؤدي الى تحسين وضع الميزان التجاري وايضا تحقيق التكامل الاقتصادي ما بين دول القاره، لان حضرتك المزايا النسبيه اللي موجوده في كل دوله الاستغلال الامثل لهذه المزايا يؤدي الى تحسين المنتج، بيؤدي إلى زيادة عدد المنتجات اللي بتتم ما بين دول القارة، زيادة التبادل التجاري، وبالتالي يبقى في تكامل اقتصادي ما بين مصر ودول القارة. مصر طول عمرها رائدة، ومصر طول عمرها بتدعم كل ما هو تعاون بين مصر ودول القارة بل ودول العالم الكبيرة، وبالتالي أيضا على مستوى قارة أفريقيا النهوض بهذه القارة من خلال التكامل الاقتصادي والتجاري ما بين دول القارة يؤدي إلى تحسين معدلات النمو وأيضا تحسين مستوى معيشة سكان هذه الدول في هذه القارة. نعم، ونحن نستمع لكلمات الوفود الأفريقية في مؤتمر اليوم. كان هناك إشادة من أحد الوفود ببنية مصر التحتية الجيدة والتي بالتأكيد دكتور ماجد ستسهل ليس فقط في نقل يعني أو تسهيل عملية تجارية دعنا نقول في داخل مصر ولكن بين مصر ودول القارة الأفريقية. إلى أي مدى بند البنية التحتية هام جدا ويعزز من عملية التشارك الاقتصادية في أو بين مصر ودول القارة الأفريقية؟ لو نظرنا إلى ما تم تنفيذه في فترة زمنية وجيزة في عمر الدول، ما تم تنفيذه في مصر من مشروعات قومية كبرى ومشروعات خاصة بالبنية التحتية، هنجد أن دي كانت ضرورة، وفعلا كان هناك رؤية استباقية للقيادة السياسية والدولة المصرية في إنشاء هذه البنية التحتية بهذه يعني الطريقة اللي تم بها إنشاء، حيث أشاد بها العالم أجمع من طرق وكباري وبنية تحتية تتعلق بالمرافق، الكهرباء، المياه، الغاز، إنشاء المدن الجديدة، إنشاء المدن الصناعية. طبعا كلمة الوفود الأفريقية في الإشادة بالبنية التحتية للدولة المصرية تؤدي إلى زيادة وتحسين البيئة للاستثمار، أيضا البنية التحتية هامة جدا في مجال الاستثمار والتوسع الأفقي في المشروعات سواء كانت مشروعات
زراعية أم مشروعات صناعية أو حتى مشروعات خدمية. فما أنفقته الدولة المصرية على هذه البنية التحتية من الدولارات يأتي بمردود إيجابي ليس فقط على الاقتصاد المصري وإنما أيضا على دول القارة الإفريقية اللي بتساهم مع مصر وتضع يدها في يد الدولة المصرية في مزيد من التعاون التجاري والاقتصادي. لذلك هذه البنية التحتية أصبحت جاذبة لاستثمارات أجنبية وعربية وأيضا إفريقية تأتي إلى مصر لوجود عنصر الأمن والأمان بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل جهود القيادة السياسية والجيش والشرطة، أيضا ما يتعلق بتوافر عناصر جاذبة من خلال القوانين والتشريعات التي أنشأتها الدولة المصرية لجذب الاستثمارات سواء كانت إفريقية أو عربية أو أجنبية، بالإضافة أيضا إلى أن زيادة أواصر التعاون والتبادل التجاري ما بين دول القارة الإفريقية أو إخوة في قارة أفريقيا يؤدي أيضا مزيد من التقدم وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال ما بين دول القارة. هل مصر والدول الأفريقية المشتركة مع مصر في هذه العملية الاقتصادية أو التجارية تضع في الاعتبار أن كثير من الدول الصناعية الناجحة تريد أن نقول النفاذ لسوق الدول الأفريقية؟ وإذا كانت الإجابة نعم، فكيف تستعد مصر والدول الأفريقية لهذا؟ لا شك أن مصر والدول الأفريقية حينما تتعاون فيما بينها أو ما يسمى عصر التكتلات الاقتصادية، نحن الآن في عصر التكتلات الاقتصادية والدليل على ذلك الاتحاد الأوروبي وبريكس وكثير من الاتفاقات التكتلات ما بين دول، بل دول أيضا اقتصاداتها قوية تسعى إلى النهوض باقتصادها بشكل أكبر. وبالتالي ما تبنته الدولة المصرية من سياسة تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية يعود بمردود إيجابي على مصر ودول القارة الإفريقية، بل وتصبح مصر وأيضا دول القارة جاذبة لاستثمارات كثيرة أجنبية تأتي إلى هذه الأسواق وهذه الدول. التعاون ما بين مصر ودول القارة الإفريقية ضرورة حتمية تحكمها ظروف العالم الاقتصادية، لأن هناك مشاكل إما في ارتفاع معدلات التضخم أو سلاسل الإمداد والتوريد، وكما نرى الحروب في كل مكان تنعكس بانخفاض معدلات النمو والتنمية، وبالتالي مزيد من التعاون والتكامل ما بين مصر ودول القارة ليس فقط مفيد لمصر ودول القارة وإنما أيضا جاذب لاستثمارات تأتي إلى هذه الأسواق التي تتمتع ليست فقط كما ذكرنا بموارد طبيعية غزيرة وغنية وإنما أيضا تتمتع بقدرات بشرية رائعة وأيضا قدرات اقتصادية ضخمة جدا. إذا تم أو حسن استغلال هذه الموارد والطاقات فهو نهوض لدول القارة أجمع. نعم، جدير بالذكر أن نتوقف دكتور ماجد وإياك عند الأزمات الاقتصادية والتي أعتقد أن مصر يعني استطاعت أن تقف لها بشكل متفرد. كما ذكرت نحن في عصر تكتلات اقتصادية وفي نفس التوقيت بالتوازي مع ذلك أزمات إقليمية وأزمات عالمية متلاحقة، كيف استطاعت مصر أن تقوم بهذا الاتزان الاقتصادي؟ لا شك أن هناك كما ذكرت في البداية خطوات استباقية بدأت من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته الدولة المصرية في نوفمبر عام 2016. وبالتالي حينما جاءت جائحة كورونا أو كوفيد-19 كما يقال كانت الآثار السلبية على الاقتصاد المصري أقل وطأة وأخف حدة من آثار هذه الجائحة على اقتصاديات دول بل واقتصاديات دول كبيرة. لم تعاني مصر من عجز في المصل واللقاحات، لم تعاني مصر من عجز في مشاكل تتعلق بكيفية علاج حالات التي تمت إصابتها، أيضا توفير المصل واللقاحات الأمصال واللقاحات كان بشكل كبير جدا، بل كنا نساعد مصر تساعد بعض الدول في هذه الجائحة. بالإضافة أيضا إلى أن كما ذكرت وتفضلت سيادتك ما يتعلق بالحروب والصراعات الإقليمية والعالمية التي تدور حولنا تنعكس في أثار سلبية على معدلات التضخم، تنعكس في أثار سلبية على معدلات البطالة، تنعكس في أثار سلبية على معدلات النمو والتنمية. نعم. كما ذكرت الحرب الدائرة ما بين روسيا وأوكرانيا والحرب الآن التي تدور بدون تكافؤ ما بين قوتين، ما بين الفلسطينيين وما بين الإسرائيليين وعدم تكافؤ القوى، وأيضا هذه الحروب تنعكس في آثار سلبية ليست على
الدول التي تحارب فقط وإنما على دول العالم أجمع. نعم، وربما كما ذكرت يا دكتور ماجد هذه الحروب لا نريد أن نقول تبدأ ولا تنتهي، لكن الذي يبدأ ولا ينتهي وجهود الدولة المصرية بكل تأكيد على كل المستويات، وكما نتحدث في هذه التغطية عن يعني أنه بند اقتصادي في الأساس، وهذا مؤتمر اقتصادي يرفع من اقتصاد الدولة المصرية بالشراكة مع دول أفريقية عدة. إذن نتمنى بإذن الله أن يكون يعني النتائج مجدية لهذا المؤتمر بمشيئة الله. مشكورة شكرا جزيلا دكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد، كنت وإيانا عبر الهاتف.